يعني عايزه استرس على السن، لان ده رساله مهمه جدا لستات كتير اول ما توصل ممكن حتى للأربعين تبدا تحس بيأس وحاجات يعني تبقى متلخبطه شويه. فانا عايزه اكد بس ان يعني حضرتك وصلتي ان انت تبقي فيرست ايرون وومن واول امراه حديديه في السن ده، وحضرتك ده بعد سن الخمسين طبعا، وحضرتك لسه بتحصلي على ميداليات في السباحه والجري برضو، ميداليات عالميه مش عاديه عالميه في 79. فازاي يعني ازاي نعمل كده وازاي قدرتوا توصلوا لكده وتستمروا على كده؟ نبدا بحضرتك. كنت عايز اسال في اراده ولا ما فيش اراده؟ موجوده يبقى ما فيش اي حاجه تعوقك خالص. وايه اللي يمنع وجود الاراده في حياه البني ادم؟ مش شايفه لها سبب خالص بجد. لو انا عايزه اعمل حاجه هعملها، سهله قوي 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 قوي، انا بشوفها كده. اللي بقى مش عايز بقى بيمكن بيطلع بقى طبعا اسباب تانية وهكذا، لكن انا شايفه الاراده موجوده تتنفس. مش موجوده. احنا شايفين صوره حضرتك اهو، دي كانت بطوله ايه يا مدام نجوى؟ دي اخر بطوله 2019 في كوريا الجنوبيه، 6 توب، احسن 6 في العالم. ما شاء الله. كنت حجان ان ما خدتها 4 ميداليات. يعني وحضرتك عندك 76 سنه. بالظبط بالظبط. ما شاء الله. انا احسن 6 توب في العالم. من اكتر 6 في العالم. مش اكتر، هم 6 بس. هم 6 في العالم. هم الستة اللي واحدة منهم مصريه عربيه طبعا. حضرتك اما ليه شرفانا. ميرسي ميرسي. انا حابه قوي القوه اللي حضرتك بتتكلمي بيها والثقه في النفس. حلو يا جماعه، انتوا بتتفرجوا علينا دلوقتي، فعلا مفيش، ما تاخرناش، يا نقدر نعمل ونقدر ننجح. في اراده وفي اصرار يعني. لا نقدر طبعا. ما عايزه يعني الواحد لما يكون عايز يعمل حاجه ما يعملهاش ليه؟ مش فاهم ليه السبب يعني. انا مش قادره فعلا افهم. قولي بقى كذا. ممكن طبيعه الغذاء بتاعنا دلوقتي بيخلينا. لا 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 مش الغذاء، اراده ولا ما فيش اراده؟ مال النفس والاراده. ولا لا قبل بقى ما